ليش الهنا عم تقول انه راح تموت؟ ما راح تموت. انا ودي اياها تموت. انت كمان راح تموتي؟ ما حدا راح يموت حبيبي. هاي الحرب راح تخلص وكلياتنا راح نرتاح. نحن رايحين اليوم المساء لازم نلتقي فيهم ورافقوا بالشامة. راح يمنا تاكسي على بيروت. كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. ما فينا نعمل شيء هلا، لازم نستنى لتعتم. بس مدام حليمة ما رح تقدر تستنى. ما لازم تقولي لها شيء، مو لازم تحس بشيء، سمعاني؟ شو صاير برا اليوم يا بنتي؟ العالم اللي برا ما عاد يسوى فرنك. ماما! انتبه عمو يا رعليا! هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه. ما حدا، فهمتي؟ يلا روحوا. سرقوني انتي مرقوية.